السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. النهارده فيديو يا جماعه، فيديو قوي جدا. تحدي انتقام حتى على وش كاتشب. انا جيت النهارده يا جماعه، كنت الصبح بصلي الجمعه طبعا، فايه نفسي عفتني كده، عايز اكل كبده. جيت فكرت، طب ما ايه رايكم، قلت اعمل تحدي الكبده، وقمت مفاجئ محمد بالتحدي ده. ايه رايك؟ هو والعقاب تحدي حلو. والعقاب بقى، ده بقى انا باخد لحق، باخد بطاري بقى انتظر وهكسبه، يعني التحدي هكسبه، تحت. هولع فيه وارجع اطفيه. هو اصلا الكبده الراجل عملها لي مولعه، شطه نار. ولا نشيل الطفايه دلوقتي؟ لا شيلها دلوقتي عشان ما تخوفناش يا عم، خلينا نعرف ناكل. معاك كبريت؟ ربنا يستر. ما تنسوش قبل اي حاجه تنزلوا دلوقتي تضغطوا لايك للفيديو ده، توصلوا اكبر عدد من اللايكات. احنا لسه ما بداتش. بسم الله. طب يلا ماشي، واشتركوا في القناه يا جماعه، وفعلوا الجرس، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبالسيري في الفيديو. كل واحد 20 رغيف كبده، عدد كبير. انت صبرت، واحنا لسه عملنا حاجة. ما بيبطنيش طار. العقاب هيبقى، العقاب صعب اوي. بصوا يا جماعة، اتفضلوا معانا. بقول لك، مرة واحد روح من الشغل لقى شقتهم بتولع، فدخل جري جاب مراته وخرج، ورجع دخل جري تاني وجاب بنته وخرج، ورجع جري تاني دخل جاب ابنه وخرج، فرجع جري تاني ودخل ورجع فاضي، والمرة اللي بعدها دخل برضه جري ورجع فاضي. قالوا له انت بترجع فاضي ليه؟ قالوا له كنت بقلب حماتي. طبعا افيهات حلوه، ما تسرعوش الفيديو عشان تشوفوا كل اللي بيحصل. انا بيكون فيديو عجبكم. انا بقى اقعد اقلب فيك النهارده برضو كده، بس قبل ما تطفيه. ممكن انت اللي تتطفى، الله انا مش اعلم. سابقك. جميلة الكبدة، كتلته حلوة جدا، جابه من الشراوي. من الشرقية ولا هنا؟ مش هتشطر. ايه اللي مصعبها؟ يلا توقعوا دلوقتي مين اللي هيكسب، واكتبوا في الكومنتات. أكيد محمد. محمد هيكسب وحسن موجود ازاي؟ لما بتكسب بيبقى كسبك بمزاجي كده، اخويا الصغير. انت قلت كام رغيف؟ 20. كل واحد 20 رغيف. انت مفتري. حد الابطال، انا هطلع من هنا عايز اشم. ربنا يستر. يبقى احرق لي الاكل ده معاك. مين فينا اللي مسابق؟ انا عارف انت وحظك. مين مسابق يا جماعة؟ عايزين نعمل فيه مقلب الواد ده، الواد المرتشي. بس بقى عشان يسمع الفيديو اهو، هيعرف. خليها بينا ما انا وانت، بنقولش عليك انت يا يحيى. خليها ما بين انا وانت كده، وهنرزعه مقلب في مرة يطلع من نافوخه. سحر. العدد كبير، 20 يا مفتري. ما كان ما قدامنيش غير حل واحد، ان انت تستسلم. مش هتحصل. عمالي مسابق مش عارف، والحكاية دي موتراني. تعرف تعد عندك؟ بعينك كده؟ ومثلا دي 5 4 5 تبقى وفوقهم 9. أربعة،
فورم خمسة يعني مثلا دمي بتاع 14 خمسة وأربعة تسعة واتنين يبقى كام؟ ربنا يستر. 11. ده يبقى أنا مش هابي. عاش بطل. بقول لك ولعة وحريقة. أنت بتهزر؟ اليوم اللي ما بروحش فيه الجامعة ببقى مش جيعان قوي، بيبقى صعب بالنسبة لي. ليه انت المدرس اما بينكد عليكم بيجوعكم ولا ايه؟ شكله جامد. هو انا اللي عندي حسين اللي عندي اقل او اكتر؟ لا هتتأكد كمان شوية، اصبر هيبقى يقين. بس انت جايلي في ملعبي، انا بحب الكبده اصلا. عاش عاش يا بطل. كده خمسة وفوقهم خمسة، وانت خمسة وفوقهم 19. يا فاشل يا فاشل. ما تقوليش يا فاشل. امال اقول لك ايه؟ هقول لك يا محروق كمان شويه. حياة استفنكلي امتحان صعب. ايه ده؟ انا لسه مخلصتش نصهم. الحمد لله خلصت نصهم الحمد لله. المشكلة في اللي جاي. عايز اقوم اعمل 100 ضغطة دلوقتي كده، قوم اعمل 100 ضغط هنسفه و50 بطن. تعال جامد يا محمد، اجمد يوم. انت ما شفتش ابوك بالصلاة على النبي؟ مش قادر تاكل 20 رغيف؟ شفت ابوك كلام امبارح؟ يا عم انا من الجيب بلاستيك يا عم. كل ما تنسى تفتكر. على فكرة يا بابا دي مش طفايتك، افكر ان احنا شاريينها من عربيتك ولا حاجه. ده احنا هنتنفخ. حضرنا معانا يا جماعه، خفوا عن الضغط شويه. انت بتعزم ولا عايز حد يساعدك؟ والله بعزم عليهم دول حبايب قلبي. حبايبنا طبعا، ربنا يخليهم لنا يا رب، هم اللي بيشجعونا دايما. لو عايزنا نعمل اي تحدي يقول عليه في الكومنتات، واكتر كومنت هيجي عليه لايكات هنعمله بدون نقاش. وهنعمل لو خيروك ان شاء الله، بس بنجهز لها عشان هنعملها مختلفة. عايزين نعمل لو خيروك دي بس بطريقة تانية. الأسئلة أو تيجي من الأسئلة اللي عايز أنا سؤال يعني؟ ماشي. فاكر الأسئلة اللي كانت مكتوبة في الكومنتات؟ ساعة مش جاهز. الحمد لله مشكلة الصوت اتحلت، المايك وصل. دي كانت من بعض الكومنتات اللي بتيجي على طول. محمد وحسن توأم؟ لأ أنا أكبر من حسن. حسن عنده 19، 19 سنة. حسن عنده 19 سنة وأنا في عندي 28 سنة. وكان في واحد بيقول تشجيع من النار، تشجيع من النار. كان في واحد بيقول انكم ما بتعملوش تحديات ليه مع زوجاتكم زي محمود وحمدي؟ احنا لسه مش متجوزين، ادعوا لنا بقى ربنا يرزقنا كده بالزوجة الصالحة، بالذرية الصالحة ان شاء الله. ان شاء الله باين على وشك انك مش قادر. لا والله انسحب. لا يمكن انسحب. ما فاتت شوية قرشب وبتاع، انما المرة دي لا يمكن انسحب. انا اتضرب لكن مش هتمشي. طبعا الاسئلة عشان احنا ايه مش جاهزين بيها، فاللي عنده اي سؤال يا جماعة
يقول عليه في الكومنتات تحت، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنرد عليه، ولو الاسئله كتيره جدا هنعمل لها فيديو مخصوص لوحده. طبعا شجعونا بلايكات واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله الفتره الجايه دي هيبقى فيها مفاجآت كتير جدا. طبعا بدعمكم وبحسكم معانا هنكبر ان شاء الله. وكمان انا هحضر لكم مفاجاه اول ما نوصل 10,000 مشترك ان شاء الله. طبعا بدعمكم هنوصل هنوصل اكتر من كده كمان. الدنيا اجمل بغذيك اهو. شفت حد مدلع اخوه كده؟ مدلعه فطر الكبده اهو، فكرني باللمبي. عمال بضغط عليه. افتح دي ودي بخه جوه كده هتنزل. اما اولع فيك بقى ابتدي منين بقى؟ تحب تولع منين يا امور؟ تولع فيا؟ انا هكسب. هتاكل؟ ما تتحركش من قدام الكاميرا. معلش معلش. بأمانة بأمانة جبت اخري. يلا ابو علي شد حيلك. ليك عليا يا عم، لو خسرت لي اول ما اتجوز هجيب اول عيله اسميها علي، وتاني عيله اسميها ابو علي. بس انت خسر لي. بس انسحب لو عايز. الانسحاب ده اخر حاجه ممكن افكر فيها. فقلت لك 7 وانا ناقص لي 8، انت كنت مسابقني ب3. دلوقتي انا خلاص جبتك خلاص، وهكمل وهكسب. ربنا يهديك يا رب. عايش حسن عايش. فعلا تحدي الابطال. انت عايزنا نتخانق يا ابني ولا ايه؟ احنا ما بنتخانقش الحمد لله. المدرب في الجيم قال لي كور كتير بس مش كده يا جماعه. ارتبط سندوتش يروح كده يرجي كده. انت هتكتشف مواهب دلوقتي. لا تحدياتنا ما فيهاش غش. طبعا بنعتذر، اكيد الفيديو بقى طويل قوي بسبب ان التحدي صعب. احنا بنضغط على قد ما نقدر. عاش مولعه. انا ماليش في الشطه. ايه ده؟ ازاي بقى 5؟ قدرة قادر قدرة. لا هما كانوا 7 جوه جوه والله جوه. كانوا 7 دلوقتي. لا وسع كده. في حاجة غلط بتحصل. بقول لك في آخر الفيديو. شوف جوه جيبي كده. على فكرة أنت كان عندك 7 وأنا 7. 5 و5 7. طب بينق وربنا الواد ده. الحمد لله اخيرا يا جدع. انت بقى ده مستناها من بدري. بطني وجعتني. هتسامحني في العقاب؟ اسامحك ده انا اولع في امك. سوري يا ماما. انا تعمل لي كاتشب كده؟ طب هنقوم نلم الليلة. هنقوم نلم واقوم اولع فيه. انتظروني. وجينا للعقاب هنا. العقاب بقى ايه؟ انا باخد حقي. انا باخد فلوسي. اتفضل. انا عايزك كده ايه؟ تفتكر الكاتشب اللي بتحط على وشي ها؟
وخليت من خدعتين وانا مغمض عيني وقعدت احط على راسي من فوق. تفتكر بقى لسه في تحديات تانية كتير ولا بس انت انت عارف شو كده بس عشان ايه انت هتعمل فيها ايه يا عم؟ يلا لا اصبر ده مو مالك انا انت بتك صواب استنى استنى لا مش قادر لا لا كمل كمل مش قادر عادي لو مولع هطفيك هطفيك طبعا زي ما انتم شايفين الشقه اتملت دخان هنشوفكم فيديو جديد وقوم السلام عليكم.